رجعنا لكم تاني في تاني حلقة من لايف مع نجم اللي بنقدمه كل يوم طول شهر رمضان على صفحة يلا أو على أكاونت يلا كورة على انستجرام. معانا جهاد عرابي، والنهاردة ضيفنا هو كابتن أمير عزمي، نجم نادي الزمالك ومدرب نادي الزمالك السابق ومدرب نادي مصر الحالي. النت كان فصل مننا فرجعنا تاني. كابتن أمير كان بيتكلم معانا عن فترة مستر جروس. كابتن أمير بيرجع تاني دلوقتي معانا، مش عارفة ايوه هنجيب ناس. معاك اهو، كابتن أمير مش عارفة النت معاك يا مالك جاي، ولا يهمك ولا يهمك. معلش بس فنرجع للكلام اللي كنت كنا بقول لك. بنتكلم بس على يمكن توقيف عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر، بالظبط، في ناس قالت بس في حضرتك اللي اقترحته وكده. اقول لك، فالراجل سألني قلت له والله هو لعب قبل كده مع الكابتن حسام حسن في النادي المصري وبتاع، لعب باك ليفت. بس الراجل تاني يوم راح حطت عبد الله. فهو في الاول والاخر هو القرار بيبقى قرار المدير قرار الفني، المدرب لكن طبعا. هو ممكن يبقى اكتر. هو انت معلش يعني، هو المساعد المدرب بيبقى شغال مع المدير الفني مثلا في ايه، بيبقى قاعد مثلا يا اكيد بيبقى في كلام، بيبقى في كذا في كذا، لكن انا ما نسبتهاش لواحد. اللي بقى أنا في الاول والاخر اللي بيحط التشكيل مدير فني، القرار التغييرات بتبقى مدير فني في العالم كله كده. لكن المساعد ده، ما هو اسمه مساعد ليه يا جهاد؟ صح ولا غلط اسمه مساعد ليه؟ عشان زي ما انت تبقى في شغال بالظبط، فانت بتساعدي بقى باقتراح، بتساعدي بفكره، بتساعدي بكذا، بس هي دي القصه كلها. لكن ما طلعتش قلت انا اللي لعبت انا بس. طب واحنا بنتكلم في فترة مستر جروس كده، هل فعلا كان في خناقة بين مستر جروس وكهربا؟ الخناقة اللي سمعنا عنها، اللي هي انه خناقه الخناقة اللي بعد كده اتقال ان كهربا بعد بسببها. بص، عايز اقول لك على حاجه. انا يعني انا مش من نوع برضه يا جدعان اللي انا ممكن اقول لك ايه، برضه عشان انا صريح مع الناس، مش ممكن اقول لك مثلا ايه ابقى مشيت من النادي فاقول لك حصل مشاكل وكل حاجه. بس انا بقوله لك اللي ممكن يعني، برضه انا ما شفتش خناقات عشان تبقى عارف، انا ما شفتش خناقات والقصص دي يعني خناقات كده. لا، ممكن بيبقى في شده من مدير فني، اعتراض على تغيير او، لكن خناقات ما فيش الكلام ده. خلي بالك، انا السنه اللي فاتت اللي عايز اقوله لك كان معانا من احسن اللعيبه الالتزام، التزاما بكلامك وامانه الله، ومنهم الناس خلي بالك يمكن ممكن 11 لعيب 12 لعيب منهم مشي، انت فاهمه؟ من احسن حتى يعني، انا لما بقعد افكر في القصه دي فعلا اللعيبه اللي كانت موجوده باللي مشوا باللي موجودين الناس كلها كانت على، او ممكن بيوصل خلي بالك بيوصل بتحصل في جميع انحاء العالم، ممكن يبقى فيها اعتراض على تغييره، لعيب مثلا بيتنرفز، لعيب كذا لعيب كذا، بس المدير الفني الذكي اللي بيعرف يتدرج الحاجات دي وبيعرف اللي هو عايزه من اللعيب امتى بيعاقب اللعيب او ما بيعاقبش اللعيب. لكن انا بقول لك اللي كان سبب رئيسي في توفيقنا السنه يعني، بقى طبعا بغض النظر عن اللعيبه الموجوده والمدير الفني وكل حاجه، اللي كان في حب بين المجموعه اللي بيلعب واللي ما بيلعبش. صدقيني السنه اللي فاتت ما فيش لعيب حتى يعني، ممكن انا اكون مثلا لعيب ما بلعبش خالص، بس كنت بتمنى الخير لزمايلي. فده اللي خلي بالك سبب في ماتشات كتير اللي ربنا كان بيكرمنا، صدقيني والله. طب خلينا نتكلم بقى عن كابتن أمير شوية. مين مثلا حضرتك الأعلى في التدريب؟ مين اللي أنت شايف نفسك كمدرب عايز تبقى زيه ونفس الستايل بتاعه؟ بص، انا بحب الكابتن احمد رمزي جدا جدا يعني، خلي بالك الكابتن احمد رمزي ده دربني في الناشئين ودربني بقى، احب النوعيه دي، عارفه النوعيه اللي هو يبقى شغال من قلبه، بيحب الحته اللي شغال فيها، فاهمه؟ ما بيهموش اي حاجه، فاهم؟ وانا انا ممكن واخد السكه دي، اللي انا زي ما قلت لك بحب اللي انا شغال في المكان، احب المكان اللي انا شغال فيه، احب اللعيبه، يبقى علاقتي كويسه بالناس بالعمال بكل حاجه. فانا يمكن الكابتن احمد رمزي بحب الستايل، لكن على المستوى برضو المهني طبعا انا شايف ان كابتن حلمي طولان في وجهة نظري من احسن المديرين الفنيين اللي جم في مصر، بيرتب ومحافظ وخبرات، حاجه عاليه جدا. فيمكن دول، بالاضافه ان انا بيعجبني هدوء الكابتن خالد جلال. الكابتن خالد جلال هادي جدا، متزن، عنده اتزان في قراراته، بيحب يشرك الناس كلها. فيمكن الثلاثه دول، لكن زي ما قلت لك الستايل شويه ممكن يكون راح للكابتن احمد رمزي، وفي حتى الهدوء المنتخب طبعا بيقول لك للكابتن. طب على المستوى العالمي مين المدرب اللي يعني بتحب تركز معاه قوي، بتحب ان انت شايف ان انت ممكن تتعلم منه حاجة؟ بصي، يمكن انا بحب مورينو، بحب جنان مورينو، فاهمه يعني؟ بحب، انا بحبه والله بحبه. خلي بالك من امتى بقى؟ من ايام ما كان في بورتو، فاكر انت لما كان في بورتو ساعه لما خد بورتو الشامبيونز ليج وكسبوا موناكو في النهائي؟ خلي بالك انا بذاكر، بذاكر و... فمن ايامها يعني. خلي بالك حته بقى مكان في ريال مدريد والقصص دي، لا ايوه في بداياته من انا كنت الاول بحبه جدا بالظبط كده. خطوة وبحب الحصان مع طبعه انتي كانت طبعا، ايه؟
وفترتهم على الانتر كانت عظيمه طبعا. بالظبط بالظبط. لكن انا خلي بالك، انا زي ما اقول لك حضره من من بقى من اول لما مورينو بدا يتعرف، لما خد الشامبيونز ليج مع بورتو. وفي بالنسبه لي مثل، يعني انا مثل برضو ممكن هو يكون يعني بعيد عن الجماهير المصريه، واحد دربني في انورسيس في ماجوستا الاوبروسي، هو اسمه تيمور كيتسباير، ده جورج اوبروسي، ده كان بيلعب في نيوكاسل، كان بيلعب في نيوكاسل، وخلي بالك من اساطير نيوكاسل مع اليان شيرر، ودرب ابويل الاوبروسي، ودرب اولمبياكوس اليوناني، ودرب ايك اتينا اليوناني، وكان لعيب جامد جدا ومدرب جامد جدا. فالراجل ده عايز اقول لك ممكن انت تعملي سيرش عليه النهارده، اسمه تيمور كيتسباير، لو تشوفي ردود في افعال، خلي بالك في سنه لعب فيها ودرب، يعني كان مدير فني وكان لعيب، فاهمه؟ وده المدرب خلي بالك اللي خد، اللي وصل بفرقه اللي انا كنت بلعب فيها، وصل دور 16 في الشامبيونز ليج، كان اول فرقه من قبرص توصل دور 16، خلي بالك. فباور غير، انت حتى اعملي سيرش النهارده عليه، بص انفعالاته وحاجه جامده جدا، ومدرب جامد جدا، كريم رمزي كاريزما. طبعا، بص كريم رمزي من التحية، يلا كورة بيمسي عليك وبيقول لك يا اهلا كيمو، بيك. انا عايز اقول له يا كيمو وحشني، ونفسي مره اقول لك على حاجه، رحت معاه مره حلقه، كل ما بقى راح معاه حلقه تانية الموضوع تتاجل. بس طبعا كريم، اقول لك على حاجه مش عشان حاجه والله، كريم شخصيه محترمه جدا، وانا يعني انا اللي كنت حابب اتعرف عليه بجد، بيعجبني جدا دماغه، وكبر عندي يعني، كبر عندي جدا لما بدا بقى يشتغل في حته الاعلام دي، ما شاء الله عليه. كريم بيسألك بقى، هو سؤال منه بيقول لك مين المساك اللي جنبك اللي كان بيلبسك دايما؟ محمود كان بيخلص عليا. احكي لك موقف بمناسبه كريم. مره كنا بنلعب مع الاتحاد السكندري، انت عارفه زمان الماتشات بتاعت الناشئين كانت بتتلعب قبل ماتشات الدرجه الاولى، تمام؟ وكان ماسكنا الكابتن شوقي حسين، ربنا يديله الصحه، ده طبعا صاحب فضل عني، وكنت بلعب انا، كان محمود بيلعب ليبرو، وانا بلعب، كنا بنلعب ساعتها 3 5 2، محمود ليبرو وانا، ومش فاكر مين جنبي. المهم بنلعب مع الاتحاد السكندري في استاد اسكندريه، وكان بعدين الاتحاد والمنصوره في الدوري، فالاستاد ايه؟ فاحنا كسبانين 1-0، كسبانين 1-0. فالمهم جه فينا جون، فالكابتن او خلي بالك محمود يعني بصي احسن واحد ملوش حل في الحاجات دي. المهم ايه؟ فكابتن شوقي وحسين بيقول له يا محمود يا محمود، فراح عامل له ايه؟ عمل له من ورايا ايه؟ كده يعني، عمل له عليا انا. فانا رحت لافف، فما راح عامل له اعمل لك ايه يا كابتن يعني، فاهم؟ راح مغير اتجاه على طول. فهو خلي بالك محمود، عشان كنا على طول من بعض واحنا صغيرين، ما كنا يعني معظم فتره الناشئين خلي بالك كنا بنلعب جنب بعض كتير، فيمكن هو من اكتر الناس اللي كانت بتخلق. وبعدين في كان في ميزه حلوه قوي، مثلا الجون يدخل يروح اول حاجه يروح عامل بيده ايه؟ اه يعني فاهم، اه اللي هو بيلبس يعني. طب مين المساك بقى اللي كان بيلعب جنبك، كنت انتوا الاثنين في بينكوا كيمياء فظيعة، او انت كنت يعني بتبقى مرتاح او مطمن وهو جنبك في بصي اي فرقة انا بتلعب فيها؟ مش لازم فترتي لا فترتي مع منتخب الشباب كان محمد الزيات، كان سيرد باك جهاد جامد جدا، اقول لك بجد يعني، ده لولا الاصابه اللي جات له، ويمكن هو لعب بعد الاهلي في الجونه، محمد الزيات ده من السيرد باكات اللي يعني هو خلي بالك في كان في دماغه كان ممكن ينط 5 ادوار، ما شاء الله عليه. اه لا لا كان حاجه ما شاء الله، فهو كان بيلم العالي وانا بلم اللي من تحت، فاهمه؟ فكان حاجه ازاي كان عظيم. وكان اه لا بصي كنا بصي انت لو الفتره دي كنا اعوذ بالله من كلمه انا ومحمد الزيات، وكان في مرسي عبد اللطيف، ده برده كان لاعب فتره في مزارع دينا، ولعب في داخل لعب في كذا، وغزل المحله كان ليبرو جامد جدا، وكان احمد عاصم ده برده في حرس الحدود وراح المصري، بس برده الاصابه خلاص. كنا احنا الاربعه كنا حاجه، وكان عمرو خميس برده، واحد اسمه عمرو خميس مش هيدخل، كنا الخمسه كنا جامدين جدا، كان زي ما بقول لك في المخ وفي السرعه وفي العضلات. فكان الزيات بالنسبه لي كان بيريحني جدا في الكوره عالي، اي حاجه كان بيطلع ياخدها يعني. طب مين اكتر لاعب ويعني وانت بتلعب معاه كده كنت بتحس اللي هو ايه ده اللاعب ده حريف قوي، كنت بتحب تتبسط لا كده بصي قاعد انا تتفرج احكي لك عليه على، لا لا انا احكي من لك على، جيلك واللي انت لا لعبت او معاه؟ من جيلي يعني. بص انا اللي كان يعني اللي كان لعيب جامد جدا جدا في وجهة نظري كان طارق السعيد. طارق السعيد كان لعيب جامد جدا جدا، سيبك بصي طارق السعيد ده حاجه في الكوره جامده جدا، انا بكلمك بجد يعني، وما يحسهاش غير معاه في الملعب يعني، عنده كمان حاجات بيعملها كده فجاه تلاقيه بيعملها، فكان لعيب جامد جدا جدا. طارق السعيد كان حاجه جباره، وفي نفس الوقت برضو كان طبعا كابتن حازم امام طبعا كان حاجه جامده جدا. بس يعني دول ممكن، بس طارق السعيد انا بالنسبه لي كان من اللعيبه الجامده جدا بصراحه. طب مين المهاجم اللي لما كان بيلعب عليك كنت يعني بيطلع عينك
لو كنت بتبقى بص قلقان اقول منهم لك على ان هم حاجه، كده عشان انا حكمهم. بالنسبه لي الافارقه، الافارقه انا كنت بحب العب عليهم قوي يعني، كان قوه بقوه وجري وصحه بصحه، ما فيش مشكله بالنسبه لي وكان سهل. لكن لو انا يمكن ضعف انا جهود مره يعني انت بتعرف تجاريهم كويس. كان في لعيب، كنا مره هنلعب وانا في باو، كنا هنلعب اولمبياكوس، الاولمبياكوس يعني، كان اولمبياكوس طبعا عندهم ريفالدو، وكان عندهم واحد اسمه جوفاني، جوفاني ده لعب فتره في برشلونه، مش جوفاني البر بتاع بايرن ميونخ، لا جوفاني ده لعب فتره في برشلونه برازيلي ومعروف، ايوه لعب فتره في برشلونه، وجوفاني ده كان من نوعيه الفراوده اللي بيلبس واكي بتاع سنان بتاع الملاكمه، يعني لو عارفه اللي انا نازل الماتش مش ايوه فارق معايا، فاهم؟ اه هيكون والله، اه والله، بكام؟ كان بيحمي نفسه، هو صح، هو بيحمي نفسه، وكان طويل وحريف جدا، وحاجه انا نفسي، وخلي بالك يمكن اول مباراه ليا مع باوك قدام اولمبياكوس، انت بجد الاجواء هناك يعني معلش مع احترامي ممكن ما تشوفهاش غير في بلاد قليله جدا، بالذات باوك اولمبياكوس دول يعني ناديين صعبين مع بعض. فكان الفتره دي المدرب قال لي اللي انت هتلعب على جوفاني ده هتلعب عليه مان تو مان، قال لي بنفس اللفظ كده، لو جوفاني ده طلع بره الملعب اطلع معاه، مالكش دعوه باي حاجه في الملعب غير اه والله مالكش دعوه غير بجوفاني ده بس. وطبعا كان ريفالدو ساعتها بيلعب رقم 10، فانت طبعا هتلعبي على اثنين صعبين يعني، ريفالدو هتاخد كمان كورتر. ريفالدو بقى كان فيه ميزه جات طويل جدا وحريف جدا جدا، وبعدين بيشوطوا. فالمهم انا نازل اسخن ما لقيتش ريفالدو في التسخين، قلت بس الحمد لله بدايه كويسه، وفعلا اتعور ما كانش موجود في المباراه. في لقيت واحد مين موقف قدامي؟ عليك. اه الاخ ده، الاخ ده انا مسكته الماتش كله بكلمك بجد، فقبل ما الكرة بتجيله ما تعرفش هو هيعمل ايه، يعني ممكن يفوتها مره، يلب حاجه غير طبيعيه، بس الحمد لله يمكن المباراه دي عملت عليه كويس جدا. بس يمكن عايز اقول لك اللي هو اتغير من هنا الدقيقه 75، انا الدقيقه 76 اتغيرت، فاهم يعني ايه؟ خلصت اه والله العظيم يعني هي كده كده مسؤوليتك اللي انت كنت نازل بالظبط عشانها خلصت بالظبط، فتعرف. سحبه كده راح سحبني بعديها على طول، فيمكن ده من اكتر، غير بقى اللعيبه اللي في كابتن احمد مجدي نجم الجونه طبعا ولاعب الزمالك السابق بيمسي عليك، كان معانا امبارح. حبيبي يا مجدي، احمد مجدي خلي بالك كويسه، يمكن ما خدمتوش طبعا الظروف يعني في نادي الزمالك يعني، خلي بالك اللعيب اللي استغربت برضه لعب مباراه كانت انا فاكر الاسيوطي ادى بشكل كويس وما شفتوش تاني بعديها، قال لك اتباع ولا اعرف، احمد من اللعيبه كويسه ومن اللعيبه اللي عندها لا مركزيه اللي ممكن يلعب لك في اي حته، ممكن يلعب باك رايت ويلعب تحت راس الحربه وديفندر، فاحمد من اللعيبه كويسه طبعا. طب قولي مين اكتر حارس مرمى كان مريح بالنسبه لك لما كنت يعني لما كان بيلعب وراك كده كنت بتحس ان انت مطمن؟ بص الفترة برضو الفترة كان شريف إكرامي طبعا، في الفترة بتاعت المنتخبات كان طبعا شريف، كان خلي بالك شريف جون كويس جدا، وحش وحش جدا بجد طبعا يعني، طبعا. فيمكن شريف الفترة دي، ويمكن أنا بره مصر يمكن أنا لعبت مع واحد اسمه دانيال فرنانديز، ده كان حارس التالت بتاع منتخب البرتغال، حارس التالت بتاع منتخب البرتغال، يمكن ده أغلب وقتي في باوك لعبت معاه، أوه. فيمكن هو اه ده اللي لعبت معاه كتير. ويمكن برضو يعني كان في برضه حراس يونانيين وحراس اتراك وكل حاجه بقى، بس ده يمكن لعبت مع قدامه كتير، ويمكن احنا الاثنين جينا في توقيت واحد لباوك، هو على فكره برتغالي كندي، وبعديه على فكره اما انا مشيت يمكن هو مشي بعديها راح بوخم الالماني، لعب في ولعب في هولندا برضه في نادي 20 اللي هو كان بطل الدوري ساعتها في هولندا، ولعب في باناثينايكوس، يعني هو حارس لف كتير، فيمكن هو احنا الوقت التوقيت بتاعنا لما رحنا باوك لعبنا يعني بدأنا مع بعض ولعبنا مع بعض. كابتن كنت قلت ان انت مرة اغمى عليك في تدريب في رمضان في تركيا، اه ايه اللي حصل بقى احكي؟ شالوني مرابعة، ده اه تأثير والله صيام ولا والله بجد والله العظيم انا يعني بكلمك، في مش تركيا ما تأثير فيش صيام، صيام يعني. بص لا لا بص عشان تبقى عارف، في تركيا في لعيبه في هي اختياري بس قليل قوي اللي ممكن تلاقي لعيبه صايمه في خلي بالك، هو انا فاكر الموقف ده المدير الفني جه اتكلم معايا، انت هتعمل ايه في رمضان؟ قلت له انا بصوم، قال لي ماشي. المهم هو بيعملوا ايه؟ بيجيبوا محاضره واحد دكتور ويشغل لك اللابتوب وبيشغل لك القصه ويشرح لك اصل جسم الانسان محتاج مش عارفه كام كيلو ميه ولا كام لتر ميه، عشان يقعد يقنعك ما يقنع تصومش ولا عشان يقول لك بالظبط اه عشان اه فاهمه. فانا خلصت البتاع فالمدرب قال لي ها، قلت له برضه حصل انا كده، او قلت له انا لو فطرت بتاع، فقلت له احنا كده كده التمرين بيبقى كده كده ما فيش مشكله فيه، الماتشات كده كده في تركيا الماتشات بتتلعب مثلا ايه بعد الفطار بساعه، فاهمه؟ فكان الفطارك مش مشكله، ما انت كده كده هتفطري قليل، فكنت ممكن اشرب مثلا مشروب طاقه مع شويه موز حاجات فطار كده اللي توقفك على رجلي وعادي انت وتلعب. هتمشي نفسك يعني. اه ولعبت خلي بالك لعبت في تركيا قدام فنار بخشه، كسبنا فنار بخشه، كان روبرتو في كارلوس رمضان و
في رمضان واليكس ده كان حته، وكان كنت انا ماسك حتى جويزه، لو تفتكر جويزه بتاع منتخب اسبانيا، كان فيرو كانوا شاريينه من فرقه من اسبانيا، كان بيلعب في كاس، كان هداف الدوري الاسباني، كان فرقه برضو اليكس ده وروبرتو كارلوس، كانت فرقه جباره فاهمه. فكنت بلعب في عادي في رمضان ما فيش مشكله بتلعب، لكن في وقت التمرين كان طبعا في صيام، وبرضو زي ما قلت لك الماتش، بس التمرين في تركيا انا بكلمك بامانه الله، مع الجو الساقع مع التمرين بقى، مش انا كل ما افتكر يعني ما بحبش افتكر، يعني اقول لك على حاجه، ايوه من اقوى الفترات الاعداد اللي عملتهم في حياتي كلاعب كوره في تركيا. تركيا الناس بتجري، اللعيبه بتجري يا جدعان، ما حدش بيقول يعني ايه، يعني بصي ما حدش بيتعب من الاخر، التمرين ما فيش حاجه اسمها فاولات، بيشرحوا بعض. فانا كنا كنت مع كنا موجود ساعتها، كنا بين الدورين، وكنا كنت نزلت مصر يومين، وكنا رايحين عاملين لنا معسكر اسبوع او 10 ايام في حته جبليه في تركيا. فالمدرب هو المدرب ذكي، المدرب بيعمل في التمرين اجهاد، بيقنن البتاع، يعني مثلا انا صايم، فيروح مثلا بدل ما هتجري مثلا ربع ساعه مثلا بتجري 10 دقائق، عامل تمرين ضغط، تمرين الضغط مثلا 6 دقائق فاهم. هو كان كده، والراجل كان كويس جدا بتاع، بس في تمرين كان 3 فترات، فتره الصبح وفتره يعني بين الظهر كده وفتره بالليل. فالصبح كان في جري وجيم وبتاع، فعادي الموضوع بيتقضى وبتاع، وكل ما تخلصي تطلعي تنامي. فتره بقى تمرين بالليل كان كلها ضغط، ضغط تمرين كله ضغط، فانت بتجري ضغط، والضغط هناك ضغط بقى، ما فيش بقى يعني بصي ما بتكسليش سنتي بين وبين الفرق مثلا الراجل اللي ماسكه. فقعدت اضغط هنا واضغط هنا واضغط هنا واضغط هنا واضغط هنا، مره واحده لقيت نفسي بضغط في الارض، رحت ايه؟ رحت واقع بس، وقعت. ايوه ميه وبتاع، وارفع على الاوضه على طول، راحوا شايليني انت حمل على الاوضه، حسيرة تخت حمل على الاوضه على مرة. طول، حمل على الاوضه على طول. لكن اغلب البلد اللي لعبت فيها لا، كنت بصوم عادي والدنيا كانت لذيذه وبتاع. بس يمكن مره برضه انا فاكر كنا بنلعب شختر دونيتس في كاس الاتحاد الاوروبي في اليورو ليج في شختر في اوكرانيا، اوكي خلي بالك. ايوه ويمكن انا كان ساعتها شيكابالا كان معايا في الفتره دي في باوك، باو وانا فعلا اول مره احس ان مش عايز العب، يعني بيني وبينك ده درجه حراره صفر صفر صفر، يعني تحت الصفر كمان، اللي راح اوكرانيا عارف الكلام ده، وبتلعب فرقه زي شختر، والمدرب كده كده يعني بما معناه انت صايم وبتاع، في الموضوع هيبقى صعب وبتاع، وانا كنت عارف ان انا مسافر وبتاع. فعايز اقول لك ان انا كنت قاعد على الدكه بره، يعني عارفه اللي انا فعلا ما بتمنى ان انا ما العبش، يعني عايز اقول لك انا قاعد، لا قاعدين ببطاطين وقاعدين بتاع. ممكن انا فاكر شيكابالا حتى كان صايم وبتاع، بس يمكن شيكابالا كنا مغلوبين 1-0 الماتش ده، وشيكابالا لعب اخر نص ساعه برضه بحته اللي هي الصيام والقصه دي. لكن زي ما قلت لك اللي في كان في مدربين بتتفاهم القصه دي والدنيا. يمكن انا مره برضو موقف سريع كده عشان ما ارغيش في القصه دي، كان في مدرب روماني اسمه ايليا ديمتريسكو، كان جيل هاجي في كاس العالم 94، وكان بيلعب في توتنهام وبتاع، وجه مسكنا فتره، وفي في يوم قاعد يرغي كتير قوي، وانا صايم ورغي رغي 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 والشمس وبتاع، وانا صايم فعايز انجز، فانا عارفه ان انا ببص في الارض يعني اخلص، فبقول لي انت مش مهتم ليه؟ يعني مش هو ايوه قاعد بيتكلم في انت كلام، اتكلمت قبل كده على المحاضرة دي، قلت ان هو قال لك هو انت في ايه. فبيقول لي هو انت بص انا بتكلم هنا، قلت له لا ما فيش، هو عارف ان انا صايم، وهو كان عايز يستفزني ساعتها، فبصيت بعيد كده كلمه من هنا كلمه من هنا، قلت له بقول لك ما تلغيش كتير يا عم، السلام عليكم، وساب البتاع ومشي. بس راح مروح ايوه اصل قاعد يتكلم في حاجات مش في الكوره فاهم، وبيرغي وبتاع، وهما يعني فاهم، وانا مش ناقص يعني فاهم، عايز اخلص فاهم، ايوه قاعد يرغي بتاع، السلام عليكم، وعليكم السلام. بما انك بقى جبت سيرة شيكابالا، انت كنت بتصريح قريب قلت ان شيكابالا مظلوم، انت لسه بصي شايف؟ طبعا مظلوم، شايف لسبب واحد شيكابالا. بص خلي بالك شيكابالا، انا شايف اللي هو لعيب كويس جدا، لعيب يعني من لعيبه القلائل اللي خلي بالك، انت عندك ابو تريكه، شيكابالا، حازم امام الكبير، اللعيبه اللي هي المهاريه اللي فعلا ممكن الفتره دي تتعوض الحته دي، او الحته دي بقت قليله شويه. طبعا اظن اللي كان لازم يبقى في حته، طبعا هو كابتن نادي الزمالك، وممكن مع شوق جمهور النادي وكل حاجه، بس كان ممكن بجد لو بعض الفترة اللي هو كان متألق فيها، وكان فيه دفعات من إعلام واهتمام وكده، كان ممكن يبقى في حتة تانية. مش برضو مش برمي على دي، لا خلي بالك بتبقى عامل مشترك أكيد على اللعيب، وأكيد على زي ما قلت لك القصة دي، يعني شيكابالا انا فاهمه خلي قصدك، بس بالك انا قصدي مين اللي ظلمه بالظبط؟ مش مين اللي ظلمه، يعني أنا شايف اللي ممكن يعني الله اعلم، انا يعني برضو مش عايز تتفهم ايه، انا بوجه الكلام لحد يعني حد بعينه انت فاهمه، لكن زي ما قلت لك لو هو
في الفترة اللي كان رجع فيها من باو وكسر الدنيا فيها وكذا وكذا، كان ممكن يبقى في، كان في فترات كتير كان لازم يروح منتخب مصر، كان في فترات كتير كان ممكن لازم يعني. خلي بالك يعني انت شفتي تاكس جونياس ده من فترة، من 4 5 ايام قال عليه ايه؟ انت فاهم قصدي؟ وفي نفس الوقت هي برضو بيبقى بعض الاوقات بتبقى قرارات من لعيب، يعني انا ما برميش يعني، هي بتبقى عامل مشترك اكيد اللي بيبقى على اللعيب وبتاع، لكن انا فوق، انا قدام عيني انا بقول لك لويس فانجال اللي هو طبعا عارفاه مدير فني بتاع برشلونه الهولندي، لويس طبعا فانجال وبايرن ميونخ، جه اتفرج على شيكابالا عشان كان عايزه معاه قدام عيني. انت يتفرج متخيله؟ وقت ما كنتوا بتلعبوا مع بعض في باوك. كان عايزه في، كان ماسك تقريبا ساعتها في هولندا حاجه وكان عايزه، بس هو طبعا نزل بسبب ظروف وكل حاجه. فهي خلي بالك انت برضو بتتكلم على بتبقى العروض اللي ما كملتش، انت كنت بتتكلم على ان انت كنت رايح ميلان وحصلت مشاكل وما رحتش. بص هقول لك على حاجه، الناس برضو عشان انا ايه، الناس بتاخدها بتريقه وبخف الدم. بص اقول لك انا حاجه، انا سمعت من نوع، ردود افعال كتير على موضوع انتقالك لميلان، ان بص هو اقول لك لا على حاجه، انا بص لحد اول ما حاجه كنت انا مخطط. بطلت، بص انا اول حاجه انا بطلت كوره، ومش محتاج ان انا مثلا اطلع اقول حاجه، انا مش من نوعيه برضو اللي، خلي بالك بس عشان الناس تفهم نقطه، انا مش من جماعه، مش نوعيه بتاعت بقى الفيديوهات والفولورز وازود الفولورز والفيديو، انا تقريبا مش في بتطلع السكه دي. تصريحات كتير قوي الفترة لا 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 انا لا لا اللي انا كويس، لا لا انا كويس كويس انت سالتيني السؤال ده، عشان بس انا بوجه، عشان في ايه واحد برضو طلع قال لك اصل امير عزمي ما لعبش في كاس العالم 2000 ومع كابتن شوقي غريب 2001 ما لعبش كتير، فالميلان ازاي كانوا عايزينه والهوكس ده، عشان بس يبقى عارفين. انا هحكي لك القصه بالراحه. اوكي. انا اليماني محمد اليماني ده كان راجل بالنسبه لنا محترف في بلجيكا، وكان معاه وكيل اعمال اسمه فاليريو، وعلى فكره لسه مكلمني الراجل وجاي مصر بعد موضوع الكوره ده عايز يجي لي وبتاع، ايطالي بلجيكي تمام. فانا لما كنت في كاس العالم مع كابتن شوقي غريب ما لعبتش كتير عشان انا كنت صغير واصغر ولعبت بعض الدقائق وكل حاجه، فما نزلت مصر الراجل كان بينزل مصر بيتابع اللعيبه، لما شاف لعيبه منتخب مصر الاولمبي في كاس العالم فكان بيتابعها، فكان بيروح ماتشات يا جهاد، ماتشات الزمالك الناشئين الاهلي ماتشات ناشئين الناشئين كذا كذا أو بالظبط، فالراجل كان تيم بيتابعني خالص. وعارف ان انا صغير فكان بيتابعني وبتاع، وقال لك ده جسمه كويس وقوي وكذا وكذا وكذا، وبالاضافه اللي انا ساعتها كنت بقى في منتخبي اللي هو منتخب الكابتن حسن شحاته، اللي انا كنت من احد كباتن المنتخب ده، عشان بس اللي ايه أيوة ردا على الاخطاء اللي طلع عامل فيها ظريف ما وجايب احصائيات وبتاع، عشان برضه خلي بالك الناس عارفه اما يعني، معلش مع احترامي، في ناس يعني حتى ساعتها ممكن ما يكونش بيتفرج على كوره بس عنده النت سهل فعايز يخش يعمل نفسه اللي هو ايه اللي يعني جاب الديب من ديله. فالمهم الراجل ده كان على علاقه يعني، علاقه على طول معايا وتليفونات وكذا 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 وكذا. ففي في يوم قال لي انا هاخدك اختبار في نادي بروجيا في ايطاليا، بروجيا في ايطاليا تمام. بروجكت قلت له ماشي. بروجيا كان ساعتها بيلعب في الممتاز، فكان الكلام ده جاب بين الدورين، انت عارفه في اوروبا بيعملوا دورات اللي هي بتاعت الوينتر دي اللي هي بيبقى فيه تلج، بيعملوا دورات وديه وبتاع، وعشان برضو اوضح للناس ان الدورات دي ممكن ما تكونش انت مقيده في فرقه تلعبي عادي بقى دورات وديه تمام، عشان بس ايه لو حد الناس لازم تبقى بي لاعب بي, بي, محترف عشان تلعب في بي الدورات. عشان عشان ما حدش يجود بس. المهم خدت اذن من نادي الزمالك وسافرت، انا ساعتها كان عندي عقد مع نادي الزمالك فسافرت، فلعبت معاهم ماتش، فكان موجود تاسوتي اللي هو المدرب المساعد بتاع انشيلوتي وفي نفس الوقت مدرب اندر 20 اللي هو في الفريق الثاني في اي سي ميلان، وانا عادي، وكان بروجي دول قالوا لي كويس ولسه في ماتش تاني هتلعبه وبتاع وكذا، وانا قاعد عادي. فالراجل ده لقيت فيديو ده بيقول لي بقول لك ايه، ده جالي واحد اتنين تلاته وتاسوتي ده قال عليك كويس وعايزك يشوفك في ميلان. دي القصه كلها. خدت، عارف انا اقول لك على حاجه، وحياه النعمه دي لو ساعة السوشيال ميديا ما كانت موجودة، الكلام ده انا بتكلم في 2001 ولا 2002 حاجة كده، لو السوشيال ميديا والحاجات دي بقى وصور، كنت حطيت الصور دي والتمرين ده في عين اللي بيقعد يرغي ويقعد يفتي. بس انا بقول لك ايه، فين؟ انت شايف ان السوشيال ميديا دلوقتي هي برضو بتساند لعيبة لا وبتساند اصل انا لعيبة تحقق حاجات؟ مش يا جاد انا مش محتاج اكذب او محتاج احور يا جاد، اقول لك حاجة جاد، انا لعبت في أندية كبيرة في اليونان وفي السعودية، فهحور على يعني ايه اللي هي يعني، يعني مثلا لما اقول كده هروح امضي، انا بقول لك على موقف حصل قسما بالله ده حصل لي، اقول لك على اكتر من كده. ايوه انا بصراحة فرحت، ما انا بقول لك فرحت فقلت له لا، فقال لي تعالى وبتاع، فخدنا خدني انا فاكر والله العظيم عربيته، حتى خدنا عربيته وطلعنا سافرنا من بروجيا لميلان وبالعربيه، وتطلع في جبال وبتاع، عايز اقول لك انا وقفنا في الطريق قعدت، كنت مش كنت هموت من الطريق كله جبال ومرتفعات وبتاع، وصلنا رحنا فندق وكان في مجموعه من المصريين برضو، انا يعني
على علاقه بيه يعني، اعرفهم من هنا وبتاع. ورحت بتاع تاني يوم، راح الراجل واخدني لمدينه اسمها ميلانيلو اللي اي سي ميلان بيتدربوا فيها. دخلت جوه، خدوني في ميكروباص كده، انت عارف الفرق بتاعت اوروبا عندها ميكروباصات صغيره اللي ممكن بينقلوا بيها حاجه. حطوني طلعوا على المستشفى، عملوا ميديكال تيست على ركبي وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. واتدربت مع فرقه ال 20 سنه، كنت قاعد جوه المدينه دي واتدربت معاهم، ولعبت معاهم ماتش، كنا بنلعب فرقه من النرويج او كذا برضو ماتش، ودي كسبنا تقريبا 4 ولا 5 تمام. ولحد دلوقتي. ورحنا بعديها مكتب لحد من هناك مسؤول وبتاع، وكان صور ريد خليت وبتاع، والراجل كان مسؤول في النادي سلم عليا وبتاع، ومش انت لعيب كويس وبتاع وبتاع، ورحنا ايه نازلين وانت هتبقى معانا وبتاع تمام. راجع على اساس ان انا قاعد في المدينه، هلعب تاني يوم ماتش برضو مع مين؟ ما عندناش ايه؟ قاعد في الاوضه. هي خلي بالك عشان بس عشان في ناس ايه برضو ما زارتش او ما شافتش، ميلانيلو دي عباره عن باب بيتقفل عليكي، بلد بره ميلانو بشويه، اوض وسنتر بتاع التدريب بتاع اي سي ميلان، وكل وسائل الترفيه جوه، بلياردو وعلى بلاي ستيشن على الاوض على الجيم عشان بس ايه؟ عشان بس اللي يقول لك ان انا بحور. المهم انا قاعد لقيت واحد بيخبط عليا، هي مدينة تعال رياضية. تعال تعال، راح واخدني خدني كده، دخلت لقيتني في الاوضه بتاعه الفريق الاول، شيفشينكو، لوكا جونيور، كل دول بقى، مالديني، كوستا كورتا، خوزيه ماري ده كان اسباني، كل اللي هتقوله ده. ونزلت تمرين، وانا بقول لك لما نزلت التمرين كنت بعمل كده بدرجه مش متخيل انت ونزلت تمام. تمرين مع الفريق الاول ومين؟ ونزلت تمرين عادي والله تحت العظيم، قيادة ونزلت انشيلوتي. انشيلوتي، نزلت اليوم ده، طلعت كان برضو عندنا تمرين تاني يوم مع الفرقه بتاعت اللي هي الناشئين دي، وقالوا لي الراجل قال لي احنا عندنا عايزين يعني، بمعنى كانت حتى باريزي فرانكو باريزي هو اللي كان مدير الرياضي لقطاع الناشئين بمعنى يعني. بس فبعتوا فاكس للزمالك، الزمالك رد اللي هم عايز. خلي بالك برضو الانديه دي اما بتجيب لعيبه من الاكاديميات او بتجيبها ما ببلاش. بتدفعش فلوس كتير، او لان بس هي بتجيب ما انا بقول لك ناشئين، هم الكشافين بتوعها الزمالك هي اللي بتجيب الزمالك فلوس، يعني الزمالك بتدفع ما انا بقول لك ناشئين الزمالك ما انا بقول لك الزمالك راح رادد بفلوس، يعني بمعنى اللي احنا عايزين فلوس فيه، مبلغ كذا فبمعنى ومجموعة مبلغ. بالظبط هتعرف تيجي كذا هتيجي مش هتعرف. وخلي بالك 100 لعيب ممكن يسافر بره ويعرف الكلام ده، اللي فيه انديه ناشئ ما بياخدوش يعني، يا توري والناس دي ما بتطلع اوروبا ما بياخدوهاش، بيبقى من الاكاديميات والحاجات دي. بس المهم انا بقى جيت هنا يا جماعه وبتاع، بس خلي بالك برضه عشان تبقى عارفه، كان والدي ساعتها عضو مجلس اداره، عشان ما يقولكيش ايه ده هرب ابنه ومشى ابنه، وانت عارفه ما شاء الله الهوكس ده. رحت هي دي القصه، وقسما بالله ده اللي حصل، عشان بس بيقعدوا يجودوا وبتاع، هو ده اللي حصل. وكان ليا الشرف حتى يا ست بتاع نزلت تمرين. بس انا خلي بالك، ما انا بقول لك انت الواحد بتعمل انا حاجة مش بس الهجوم على مجرد الكلام، مش يعني انت هجوم. بتقول اقول لك حاجه، في ناس مثلا بتقعد في برامج، بص في ناس بتقعد في برامج يقول لك ايه ده انا كان مانشستر عايزني واسم، انا بقول لك انا نزلت وده اللي حصل والله العظيم وده اللي حصل. بس ايوه. اللي عايز يصدق يصدق، اللي مش عايز يصدق عنه ما صدق. طب على ذكر ورد حضرتك طبعا كابتن عزمي مجاهد، اسطورة مصر في كرة الطايرة، ما فكرتش تلعب طايرة خالص؟ والله لعبت فترة بس انا ما بتاكلش عيش. لا لعبت، بصي لعبت فترة بس خلي بالك الكورة يعني، انا لما كنت في نادي الزمالك لما كنت بشوف المهرجانات بتعمل للنجوم دي، حمادة عبد اللطيف لعيبة مشهورة في الإعلامي بيهم طبعا. وكابتن اسماعيل وناس، الكرة بتاخد انتباه اي حد. وبدات فرق الناشئين ورحت لوحدي وبتاع، والدنيا مشيت، لكن لا ما كانش في دماغي ان انا العب طايره. طيب احنا قبل ما نخلص هسألك أسئلة سريعة كده، إجاباتها برضو هتكون سريعة مع بعض. قول لي مين أحسن 3 مساكين في تاريخ مصر في وجهة نظر أمير عزمي؟ وائل جمعه واحد، ابراهيم يوسف، كابتن ابراهيم يوسف كابتن ابراهيم يعني، هنحسبها ليبرو، هنحسبها ليبرو كده وبتاع يعني فاهمه، ماشي، وكابتن اشرف قاسم، وكابتن اشرف قاسم. طيب وممكن نضيف ليهم، كنت بحب كابتن سمير كمونه قوي، سمير كمونه بالنسبه لي كان مثل اعلى فتره من الفترات. تمام. طيب مين اكتر لاعب دمه خفيف لعبت معاه في حياتك؟ اكتر محمود والياماني، والياماني طيب قول لي توقعاتك للاثنين اللي هيوصلوا فاينل افريقيا لما البطولة دي ان شاء الله تكمل. اتمنى، مش هقول لك بقى زي الناس وبتاع، اتمنى اي اكيد الزمالك رقم واحد، ولو والفرقه الثانيه من مصر يعني النادي اللي هي الاهلي الاهلي اتمنى بقى. الفرقه الثانيه من مصر لا الاهلي. اصل لا اصل انا يعني بصي انا ما عنديش حته، انا بتعصب، لما اتعصب بتعصب للكيان اللي انا منتمي ليه،
لكن ما بحبش اتمنى الخير يعني الشر لحد او لكذا، مش انا متعصب انت لفريق. زملكاوي فانت بتتعصب. زملكاوي، بص زملكاوي، بص معلش يعني انا من اقول لك ايه، من حوالي ممكن اجيب لك صور من وانا قد كده في اللفه ايوه في انت الزمالك. مشجع يعني. فانا زملكاوي، انا زملكاوي وزملكاوي، لكن بقى ما بحبش ايه اخش بقى في حروب واغلط في ده واقول لا او الوداد و عادي زمالك واهلي، ايه المشكله؟ طيب ماشي. طيب ايه تاني؟ اه جربت تطبخ الفترة الأخيرة دي؟ انا بطبخ كويس من ساعه ما كنت بلعب بره. بس فترة الحظر دي الناس كلها بتطلع مهاراتها وكده. بصي لا انا مهارات في، انا بص اقول حاجه، انا لما عشت بره كنت على طول طبيخ لوحدي. يمكن انا اول مره عملت رز في حياتي، انا فاكر ان كان عندنا ماتش في خلي بالك بره، عشان بس حاجه سريعه كده برضو، بره في فرق اما يا مثلا سي انا الزمالك دلوقتي مثلا، انا بلعب في الزمالك مثلا، لو الزمالك هيلعب في البلد هنا مش لازم يروحوا فندق، اللعيبه بتنام في بيوتها وبتيجي على فندق تتغدي تاني يوم وتطلع على الماتش، فاهمه؟ هي في اوروبا كده، في كده في ايوه بعض الفرق بتعمل كده. فانا ما كنت في باوك، كان الماتشات اللي بتلعب في البلد عندنا كنت بتباتي في بيتك عادي، وتاني يوم بتروح على تاني يوم. الغداء. ففي يوم كان ماتش ودي وبتاع، بس كان بجمهور، كانت ليه تقديمه معينه وبتاع، فالغداء كان هيبقى اللعيب هيتغدى في بيته هيجي. فانا عايز، كنت عايز اجود، فرحت جبت رز وبتاع ومش عارفه ايه وبتاع، فعملت الرز، فكل ما اكل احس ان انا باكل طوب، فاهمه؟ اوكي. باكل طوب. فكلمت والدتي ساعتها، بقول لك انا عملت كذا كذا وكذا، قالت لي هو انت غسلت الرز؟ قلت لها لا. انت فاهمه؟ اكلت، قالت لي ازاي يعني؟ انت فاهمه؟ فانا كنت انا بقول ما لك، تحاولش يا بس عمي. لا انا بس كنت بقى، بص كنت ساعات ببوظ واخش واعمل اكل واللي واللي واللي، بس يعني الحمد لله بحب بالذات الاسماك، بحب اعملها كويس قوي. طيب آخر سؤالين بقى، مين أحسن مهاجم في تاريخ مصر؟ السؤال اللي الناس كلها دلوقتي بتجاوب عليه حسام في حسن، كل البرامج. حسام حسن، حسام حسن، رد قاطع من غير حسام حسن، تفكر ما فيش كده. هي مش هيجي زي حسام حسن. طيب مين أحسن مدرب اتدربت معاه في كاريرك كله؟ لا بص انا هقول لك يعني انا يعني بص اصل هي فترات، يعني انا مثلا كابتن شوقي غريب ليه فضل عليا، كابتن حسن شحاته ليه فضل عليا، مدربيني في الزمالك كلهم، بس انا في واحد هو ممكن، بس عشان اليومين دول الناس ممكن ما، كان كابتن جوهر سواري، يمكن هو لسه متوفى من فتره. كابتن جوهر سواير ده ابن عم الكابتن جوهر الكبير، ده اللي عمل نص لعيبه نادي الزمالك، ميدو، جمال حمزه، عمرو حسن، الجيل اللي بعدينا، كابتن صبري، معتم، كل الناس، كابتن معتم، كل الناس دي، ده اللي بيعلمك فعلا اساس الكوره ايه وخططي، ده اللي علمنا يعني ايه خطط، يعني ايه تقفلي، يعني ايه اوفرلاب، يعني كذا. فده فضله على ناس، بالاضاءه، وخلي بالك هو اللي جاب ميدو نادي الزمالك، يمكن ده ميدو كان بيلعب في نادي مدينه نصر وهو اللي جابه، او هليوبليس وهو اللي جابه النادي الزمالك. فده ده احسن، ده اللي حطينا على الطريق، وده اللي عرفنا عليه منتخبات وده. فبالنسبه لي كابتن جوار سواير ده الله يرحمه، ده هيفضل بالنسبه لي من احسن مدربين. عايز اقول لك موقف سريع كده، في لعيب كابتن جوار ساعه الامتحانات، في لعيبه بيجيب يعني فاهم، اللي بيعرف يجي يتدرب وبتاع، ففي لعيب ما كانش يعني ايه، كابتن جوار ما كانش عايزه يجي يعني، فبيدربنا وبتاع، فكابتن جوار قال له يا ابني ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك؟ فقال له جاي جاي ازود شويه، قال له زود، هو اللي بيدربك يا ابني عجلاتي، فاهم يعني عايز بس. بصي يا عمي، اخر حاجه بس قبل ما نقفل، ايه رايك في رجوع الكوره الفتره الجايه؟ شايف ان احنا المفروض بص هقول لك الكوره على حاجه، ترجع بعد عشان بصي انا هتكلم رمضان بعد كامير، انا هتكلم عشان بس ايه مش عايز اخلط امور، انا هتكلم كامير عادي. انا بالنسبه لي سلامة البني آدم أهم حاجة. أنا شايف اللي خلي بالك، رجوع الكورة لازم في حاجات قبل الكورة هترجع تدريجي، يعني أنت عندك الطيران، عندك الجامعات أو الامتحانات، يعني هي مش هتيجي من صعبة. اليوم أو ما أقول لك. فخلينا نشوف البلد إيه الإجراءات اللي هتعملها ونشوف، خلي بالك برضو القصة. طب انت شايف ان الرياضة او نشاط الكورة مش اهم حاجة في البلد؟ بصي مش كوس، انا بالنسبه لي اهم حاجه عند صحه المواطن، الصحة. معلش يعني خلي بالك، اي حاجه تعليم كوره فن كل ده على جنب، واهم حاجه صحه البنات بس. احنا الحمد لله احنا احسن من بلاد كتير، احسن من الحمد لله، بس اللي انا بطالب والمره والتانيه والتالته، اللي ينزل ينزل للضروره القصوى، اللي هينزل ينزل عشان حاجه فعلا مهمه. انا في حاجات كتير يعني اقول لك هي على حاجه، الفترة دي لو عدت على في كل حاجة بالظبط، فعلا. اول اقرب حاجه اقول لك كله احنا على رب، احنا طبعا كله على رب، معتمدين على ربنا في كل حاجه، بس لازم يبقى في يعني، انا برضو في حاجات في الشارع كده جاد، معلش هطلع من بره الكوره شويه،
يعني صعب قوي، صعب قوي اللي انت تبقى ماشيه تلاقي زحمة ميكروباص حشر نفسه بالظبط. وتاكسيات حشر نفسه والمحلات حشر. يعني اقول لك على حاجه، انا نزلت امبارح بعد صلاه الجمعه راح اجيب حاجه معينه، فما اول انا كنت راح عند والدتي، فراح اجيب حاجه اللي انا اطلع عند والدتي بيها. فما عايز اقول لك المحلات من 11 الصبح فوق بعض فوق بعض، وبعدين ولا في كيف. وعشان نبقى نضحك بس، قليل قوي اللي تلاقيهم بقى في الكمامات والجوانتيات. يعني احمي نفسك بقى، كل حاجه على ربنا، بس برضه احمي نفسك. فاتمنى ان شاء الله الناس الفتره دي، إن شاء الله يعني الشهر ده ان شاء الله ربنا يكرمنا والبلاء ده يطلع مننا، وان شاء الله نرجع تاني والجوامع ترجع تاني والصلوات ترجع تاني. بصراحه رمضان السنه دي بالنسبه لي ما يعني الطعم راح خالص، اللي ما فيش صلاه وما فيش ما فيش يعني نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تبقى خير على بلدنا وخير على الناس، وربنا ان شاء الله يحمي شعب مصر باذن الله. وعايز اشكر من هنا برضو زي ما قلت كل اطباء مصر على المجهود اللي أكيد عاملينه والتضحيه، والناس دي اتمنى بعد انتهاء القصه بتاعت الكورونا تتكرر. لازم دي انا في وجهه نظري اتمنى استاد القاهره ده يتفتح، الناس تيجي ويبقى في تكريم نص اطباء مصر على المجهود الخرافي اللي هم عاملينه. فلازم الناس دي تتكرم، الناس دي مش اقل من لاعبي الكوره، مش اقل من فنانين، مش اقل من اي حد. الناس دي احنا طبعا ربنا سبب في العيشه اللي احنا فيها، وفي نفس الوقت الناس دي بتبقى برضو من احد الاسباب اللي بتحافظ على صحتنا. يعني ميرسي يا كابتن أمير إن أنت كنت معايا النهارده في تاني حلقة من لايف مع نجم على يلا كورة، وأنا تعبتك معايا معلش وسهرتك ولا على الصبح. يهمك، اتمنى بس اتمنى عايز واحد بعت لي النيش مش واضح، استني والله لازم اورينه النيش اهو. ايه رايك في النيش وشويه طقم على فكرة الكوبايه او حلو في معجبين للنيش من أول اللايف. ده؟ انا بقول لك النيش عاجبه والله اهو، بص طقم الكوبايات اهو برافو بتاع. عليك يا بقول ميرسي لك ايه، بقول لك ايه، بصي وطقم الكوبايات ده انا جايبه من بره والله، متكلف عشان كده محافظ عليه. ميرسي يا كابتن أمير والله شكرا، وإن شاء ربنا الله يخليك في وشكرا، مرة تانية نتقابل مع بعض. ربنا يخليك، كل ربنا سنة يخليك، وحضرتك باي طيب. باي. ربنا يخليك. بقول لك يا جهاد معلش، جهاد في واحد قال لي معلش اللي هو بمعنى يعني ان انت هتجيب الناس كلها، لا انا هجيب الاطباء، استاد القاهره ده بيشيل 70,000 اه، ايوه فهنجيب يعني اي حاجه نقربها. هو ليه الناس هنفرح بتوع البيوت، هم بس بيروحوا نتفرج الشغل بالظبط، اصلا. نتفرج احنا من البيوت ونقعدهم في المدرجات. ايوه ميرسي يا كابتن يلا شكرا باي باي. باي.